والحقيقة أنه الدولة المصرية وضعت سينا على خارطة التنمية الشاملة ورسمت ليها مسار تنموي ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة الحقيقة لتعمير أرض الفيروز. كمان الدولة وضعت التنمية الزراعية بسينا تحديدا على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني، ده غير الاستفادة كمان المهمة من المحاصيل الزراعية المختلفة بعد زراعتها في آلاف الأفدنة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر يا جمان عن هذا الأمر وعن أهمية التنمية الزراعية في سينا ومردودها الإيجابي على القطاع الزراعي والتنمية الزراعية في مصر بشكل عام، وكمان كيفية الاستفادة من الأراضي السنوية في الزراعة. معانا على التليفون الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. يا دكتور صباح الخير. صباح الخير يا فندم والسادة المشاهدين. يا أهلا بيك. احنا شايفين إن في تطوير غير مسبوق بيحصل في سينا وتحديدا في القطاع الزراعي، لو نتعرف من حضرتك إيه اللي تم بالظبط في هذا المجال في سينا؟ هو طبعا زي ما سيادتك عارف منذ تولي فخامة الرئيس أمور البلاد في 2014 وفيه اهتمام كبير بسينا العزيزة علينا جميعا، فتم في البداية طبعا يعني الاهتمام بالنواحي الأمنية، وبعد كده بقى دخلنا في المجالات التنموية المختلفة ومن أهمها طبعا قطاع الزراعة. زي ما طبعا سيادتك عارف قطاع الزراعة يعني بيحقق الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للمواطنين وبيزود الصادرات الزراعية، وطبعا منطقة سيناء العزيزة علينا كلنا بتقوم بدور كبير في هذا المجال، وخاصة بيتم فيها الإنتاج الزراعي النظيف. احنا بقى في الفترة الأخيرة تم بناء 18 تجمع تنموي زراعي في سيناء، 11 تجمع في شمال سيناء وسبع تجمعات في جنوب سيناء. هذه التجمعات على مساحة حوالي 11,000 فدان، استفاد منها حوالي 2122 أسرة، تم تجهيزها بحوالي 286 بئر جوفي لري هذه الأراضي. وطبعا هذه المشروعات المجمعات التجمعات التنموية يعني تم تسكينها او توزيعها يعني على الجزء الاكبر منها من اهالي سيناء العزيزه، وجزء اخر من الوافدين من محافظات الدلتا والوادي القديم، بحيث يعني يبقى في اندماج ما بين الخبرات بتاع اهل سيناء وما بين المحافظات الاخرى، ويبقى في يعني تجانس وفي من الخبرات المتبادله ما بين الوادي الجديد وما بين القديم اسف وما بين سيناء. اتفضل. طيب يا فندم، حضرتك ذكرت مساحة كبيرة الحقيقة منزرعة في سيناء، يعني آلاف الأفدنة، على أي أساس يعني مين اللي بيختار المحاصيل اللي مزروعة في هذه الأفدنة أو اللي هيتم زراعتها؟ تمام، احنا عندنا زي ما سيادتك عارفة في وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي في مركزين، مركز بحوث زراعية ومركز بحوث الصحراء. هذه المراكز متخصصة قبل ما بيتم استصلاح الأراضي بيتم أخذ عينة من هذه الأراضي وتحليل التربة اللي فيها وتحليل عناصرها المختلفة، وبالتالي بنقترح والمية أيضا، فبالتالي بنقترح التراكيب المحصولية والمحاصيل اللي تجود في هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس طبعا يعني حضرتك عارفة يعني ربنا سبحانه وتعالى من أقسم بسيناء وقال وطول التين والزيتون وطول السنين، فيعني من اهم المحاصيل في سيناء يعني منذ قديم الازل اللي هو الزيتون. فوزاره الزراعه بتوفر الشتلات الزيتون اللي هي الجيده عاليه الانتاجيه اللي هي المناسبه لهذه التجمعات الزراعيه لاهلنا في سيناء. عظيم. دكتور علي، الرئيس دايما لما بيجي يتكلم عن المشروعات الزراعيه دي وكان بيتكلم عن مشروع مستقبل مصر كان بيقول ايه؟ بيقول ان احنا لازم نعرف الناس الميه اللي جايه لري هذه الارض جايه منين؟ فحضرتك ذكرت انه في مياه جوفيه، هل عندنا محطات تحليه، محطات معالجه عشان تساعد في ري هذه المساحه الكبيره من الاراضي؟ وطبعا كلام سيادتك مظبوط، احنا بنعتمد على المياه الجوفيه وبنعتمد ايضا على اكبر محطه تحليه في المنطقه اللي هي محطه تحليه معالجه مياه بحر البقر، وديت يعني محطه نموذجيه وعالميه بتوفر كميه كبيره لري منطقه هذه المنطقه ومستقبلا ان شاء الله تعالى باذن الله يعني للتوسعات الاخرى. وهذه المياه يعني بيتم معالجتها بطريقه معينه بحيث يعني بتكون حتى قريبه من يعني الصحه الزراعيه على صالحه للشرب كمان. واخد بال سيادتك؟ لان الهدف الاساسي ان احنا نعظم العائد من وحدتي الارض مياه الري في هذه المناطق ونستخدم نظم الري الحديثه والاساليب الزراعيه الحديثه. طيب يا فندم، الأسر اللي قدرت أنها تستفيد من يعني هذه المبادرات ومن فكرة زراعة هذه الأفدنة في سيناء، هل تم تدريبهم على استخدام الآلات الحديثة ولا إيه اللي حصل؟ تمام، هو طبعا في البداية إحنا
في زي ما قلت لسيادتك في 18 تجمع تنموي، واحنا عملنا ثلاث تجمعات زراعيه من خلالهم نوفر الالات الزراعيه لخدمه هذه الاراضي، وطبعا بنوفر لهم الارشادات يعني بنقول لهم التدريب والورش العمل، وبنعمل لهم حقول ارشاديه بحيث نرفع مهارتهم ونرفع مستوى قدراتهم ونرفع قدراتهم بحيث ازاي يتعاملوا الناس اللي هم جايين من المحافظات اللي هي الدلتا. فطبعا يعني الزراعه في الدلتا غير الزراعه مختلفه طبعا، طبيعه التربه كمان مختلفه. سيادتك زي ما سيادتك قلت طبيعه التربه وطبيعه المياه والظروف الجويه والمحاصيل اللي هناك، فبالتالي احنا بنعرف الساده المواطنين المنقولين الى هذه المناطق بالممارسات الزراعيه الجيده، وبنعمل لهم حقول ارشاديه وبنعمل لهم ندوات باستمرار بحيث نعرفهم على الاساليب الملائمه والحديثه لزراعه هذه الاراضي والحصول على اعلى انتاجيه واستخدام وترشيد استخدام مياه الري وتحقيق مستوى حياه جميله لها. عظيم. ايه ابرز المحاصيل الزراعيه اللي بنستخدم فيها النظم الزراعيه الحديثه؟ هو طبعا زي ما سيادتك عارف يعني احنا في نسبه في منطقه سيناء يعني النظم الزراعيه الحديثه بتستخدم في جميع المحاصيل الزراعيه، لكن لو احنا بصينا لمنطقه سيناء العزيزه طبعا زي ما قلت سيادتك الزيتون عشان برضك يبقى نعمل زيتون ويبقى زيتون زيت بحيث يبقى تقوم صناعات على على يعني عفر الزيتون. طيب دكتور علي عشان نفهم اكتر والناس تفهم، ايه هي النظم الحديثه اللي استخدمناها في زراعه الزيتون؟ ايوه انا بقول لسيادتك احنا من بدايه الارض الزراعه بنجهز الارض بالزراعه باسلوب علمي، تسويه بالليزر، بنعرف الشتلات ارض بتكون ملائمه لهذه الاراضي، نظم الري الحديثه زي ما سيادتك شايف اللي هي نظم الري والرش والتنقيط والنظم الري الحديثه ديت، ازاي التعامل مع المنتجات المختلفه، بنعرفهم ايضا ان هذا المكان عاوزين نطلع منه منتجات زراعيه نظيفه. فتبقى معتمد على الزراعه العضويه، معتمد على الاسمده اللي هي الكومبوست والاسمده الحيويه بحيث يعني يبقى مزرعه انتاج عضوي والناحيه الثانيه ونظيف يساهمني في الانتاج المحلي هنا وفي تصدير يساهمني في زياده التصدير الخارجي. طيب دكتور علي، من ضمن يعني اهم المحاصيل بالنسبه لنا كمصريين ومن ايضا يعني محصول استراتيجي هو القمح، هل ممكن زراعه القمح في سيناء؟ وطبعا من الممكن زراعه كل يعني المحاصيل الاستراتيجيه كلها هناك، لكن زي ما قلت سيادتك يعني كل منطقه بتجود يعني الانسب ليها في هذا المكان، الزيتون والنخيل والتمور بشكل عام، وزي ما سيادتك قلت كده برضك محاصيل اللي هي الحبوب زي القمح، فكل المحاصيل يعني ان شاء الله هتبقى مناسبه لهذه المنطقه، لكن التركيز الاكثر والاكثر يعني جوده، يعني زي ما سيادتك كل منطقه لها مزايا نسبيه. مفهوم يا فندم. بالظبط كده، فيعني افضل ليها لهذا المكان اللي هو الزيتون والنخيل وزي ما سيادتك جزء من الحبوب والحاجات دي برضك ان شاء الله، وايضا احنا موفرين لهم في هذا المكان يعني مش هيبقى انتاج بس نباتي فقط، هيبقى في انتاج نباتي وفي انتاج داجني، وهيبقى برضك في صوب زراعيه وفيه مناحل بحيث يبقى عظيم جدا مجمع زي ما حضرتك ذكرت كده مجمع تنموي. شكرا جزيلا دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي.